اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دائما بحلقه جديده من ولا اطيب. اليوم في عنا ضيفه كثير مميزه تعودتوا تشوفوها دائما بالحلقات السابقه، التيتا جانو. اهلا وسهلا فيك تيتا. اهلا فيك. اليوم يعني انت حبيتي تعطينا عجينه البيتزا، وبما انه نحن بنحبها كثير لتيتا جانو وبنحترمها وبنعزها وبنحب البيتزا اكيد، فحبينا ناخذ طريقه تيتا جانو، لانه لو شو ما كان بتطلع فينا اول شيء طعمتها طيبه، لانه لين بارك يا تيتا. ميرسي. وهيك مشان هيك حبينا نعطيكم اليوم مكونات تيتا عجينة تيتا جانو. خلينا نشوف شو العجينة مكوناتها ونرجع نحن وياكم. مكونات عجينة البيتزا: 500 جرام طحين، 50 جرام زبدة، 100 جرام زيت زيتون، 30 جرام لبن رائب، 5 جرامات خميرة، 5 جرامات سكر، 5 جرامات ملح، وما حسب الحاجة. لكن تيتا جانو أكيد هاي عجينتك الطيبة، نحن جهزنا العيارات مثل ما أنت عطيتينا إياهم، فنحن أنت دائما تعمليها بالبيت، بتعجني على الإيد تيتا أو بتعجني على المكنة الكهرباء؟ لا بعدين على إيدي. برافو عليك، بتحبي هيك بتحسي فيها، فيها هيك حياة واحدة فيها. تطلع أطيب. هون لكن احنا تيتا شو عنا؟ عنا الطحين. طحين. تيتا ساعدك تيتا. هون لكن الدقيق أو الطحين. بمصر بيقولوا له الدقيق. دقيق. خميرة. الخميرة. سكر. السكر. أوكي. الزبدة. والزبدة الطرية طبعاً. لبن. لبن والزيت. والزيت اكيد نحن هلا بدنا نعجنهم. تجيب ملعقه نحطهم مزبوط هالطريقه، ننزل اللبنات مزبوطين، والمي حسب الحاجه. يعني مبدئيا هي اذا تقريبا في نص كيلو طحين بدها 200 جرام، لانه في عندنا زيت زيتون. نعم. رح نضيف لك نحن زيت الزيتون ورح نبلش نعجنها على معنا. يلا نعم. هون نعطي نجهز كيتشي ماشين ونبلش نعجنها على مهلنا تاخذ بعضها. يعني فعلا قديش نحن من رايحين كتير اليوم، ما رح نخليك تعجن عايدي. في اشياء كثير انا عندي اياها على الكهرباء كذا بعملها عايدي. ما بتحبي هيك تنبسطي فيها عليه؟ ايه بحب. ايه الا اذا كنت مستعجله بحط المكنه وبشتغل. حلو اكيد واحد بتعرف اليوم عصر السرعه، بس اذا واحد ما عنده شيء بيتسلى فيها بالشغله. صح على معنى. هون نحن لكن رح نضيف المي تدريجيا. ايه نعم رح نضيف اكيد الحاجه حسب الحاجه طبعا. هو وصولا للعجين مثلا اذا حاطين زيت، يعني كل كيلو طحين نص كيلو لازم يكون مي. نعم. هلا ممكن 50 جرام اقل او 50 جرام زياده، لانه في طحين بيشرب مي اكثر. ايه نعم مزبوط. في طحين بياخذ مزبوط حسب الطلب. هون لكن نحن بهالوقت عجينه تيتا جانو عم نعجنها وسط الكيتشن ماشين لحتى تطلع عجينه بيتزا، وجهزت لنا كمان تيتا جانو عجينة بيتزا كمان. صينية بيتزا غير شكل جبتها معها كمان عم تسخنها، ورح نعمله كمان يوم بالوصف الثاني، رح يكون في عنا بيتزا بالسجق بنكهة السجق. ايه هي بتدعمل عدة انواع يعني بالنسبة للحشوة. ايوه عم بعملها بالخضرة كمان انا طبعا. كل واحد بايطاليا كثير مشهورة بشكل حلو. هون لكن نحن العجين عم ياخذ بعضه البعض. هون لكن تستمر العجينة بالخفق. هون لكن حسب انت، يعني مبدأ انت بتعطي العجينة بالبراد لتاني يوم بتستعمليها ما كيف؟ حسب ما تسوي. ايه العجينة البيتزا اللي جبتها لهون العجينة حطيتها بالبراد. بس تعمل العجينة خليها مثلا بتجلديها للعجينة، او بتفضلي دائما تكون العجينة طازة؟ لا بفضل، ولكن امرها بتسائل بحطها وبرجع بعملها بتطلع منيحة. بتطلع منيحة بالضبط بالضبط. هون عم تاخذ بعض العجينه لانه طبعا فيها زيت زيتون والزبده. هون ها بلشت تاخذ، بلشت صار فيها تماسك. صح يعني فعلا عم تصير العجينه تتفقع. تصير تفقع. ايوه بلشت هلا ها. اذا ملاحظه تيتا كيف العجينه هون عم تاخذ بعضها. هون بلشت عيار جمله وتفصيلا. زيت الزيتون بيعطيها كمان نكهه طيبه. اوه كيف لك. في ناس بحطوا لها كمان اعشاب بقلب العجينه. ايه انا عم بقول مش فيها بيتزا متنوعه. ايوه في عده انواع.
هلا بنفرجي المشاهدين كيف طلعت العجينه من حيث الطراوه، اخذي بعضها البعض لانه عجينه البيتزا كثير حساسه، في ناس بيحبوها سميكه وهي اصول وسط، في ناس رفيعه. هلا اكثر شيء بايطاليا بيكلوها على شكل برشين يعني تقرش معهم، بس انه مشكلتها انه بدها تتاكل هي سخنه، لانه اذا في حال بردير ما بتتاكل. معك حق. هون تيتا نحن صار عندنا العجينه جاهزه، هاي العجينه. ايه شوفي تيتا هلا. ايه أوه. انا هيك بعملها بهالطراوه. ايه بتطلع احسن بتكون طريه. ايه ونحط لها شوية طحين مثلا الرقة اكيد. ايه انا اخر شيء بعدين كان من امرار بحط نتفة طحين وبصير بعملها هيك. يلا هلا نحن كمان حضرنا العجينة تيتا. ايه ورح نعلمهم كمان طريقة الحشوة. ايه واكيد رح نروح لفاصل اعلان صغير مشاهدينا ونرجع معكم انا وتيتا جانو انتظرونا. من بعد الفاصل ولا اطيب وتستمر معنا تيتا جانو. كمان بنرحب بالتيتا، اهلا وسهلا فيك يا تيتا. اهلا وسهلا فيك، يعني فعلا منوره. ميرسي بوجودكم. الله يخليكي بصحتك يا رب. ميرسي. ونحن اكيد حتى نربح شويه وقت لانه اكيد بعد في عندنا فقره هيك احلى بدنا نحضرها بعد شوي، بس بدنا نحن من اليوم نعطي طريقه عجينه البيتزا مع السجق. خلينا نشوف شو المكونات مشاهدينا ونرجع نحن ناكل. مكونات عجينه البيتزا مع السجق: 200 جرام عجينة البيتزا، 200 جرام بندورة مطحونة، 30 جرام زيت زيتون، 20 جرام سكر، 20 جرام زعتر ناشف، 100 جرام فطر، 200 جرام سجق، 200 جرام جبنة موتزاريلا، 100 جرام فليفلة، بيض عدد واحد، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. اليوم تيتا نحن رح نعمل صلصة على البارد، أنت دائما بتعمليها صلصة مطبوخة. إي نعم. هلا أنا رح فرجيكي صلصة البارد كيف بتكون، رح نعملها بطريقة سهلة وسريعة. عندنا بندورة مطحونة، ممكن نطحن بندورة وممكن كمان نجيب بندورة جاهزة مطحونة بالماركت. هون نحن بنحط لها لكين الطماطم المطحون جاهز، او ممكن نحن نجيب اكيد الفلفل الاسود اللي بيعطيها كمان نكهه كثير طيبه، كمان رشه ملح، وعندنا كمان سكر بتعطيها شويه طعم طيب. السكر هون شويه سكر، او فينا نحط كمان بدل السكر شويه كاتشب اذا حبيته، كمان هون شويه زيت زيتون. بطرف انا؟ يلا حركينا تيتا. وكمان زعتر، فينا نحط زعتر اوريجانو، وفينا نحط اذا في عندنا زعتر طبعا البيت اللي مع السمسم كمان بيعطيها هيك نكهه طيبه. هون وهيك صار عندنا هي الصلصه جاهزه على البارد تيتا. انت كيف بتعمليها تيتا على السخن؟ على السخن بقلي البصله والثوم. اوكي. وكمان بعصر البندوره على الميكس وخليها تتنشف شوي. كمان بحط لها زعتر وبحط لها بهارات وشو بعد وهيك. حلو. هون احنا وبعدين هديك بنحطهم عنا الشامبينيون شوي بدبلها تروح المي منها. أوكي. اذا كانت طازه. بتعمل شامبينيون العلب؟ لا طازه. طازه طازه. برافو برافو. هون احنا رح نحط شوية زيت رش على الصواني حتى ما تلزق العجينه. وهون نحن خبزنا العجينه قبل بوقت، وهي العجينتك بعدها موجوده معنا تيتا، ونحن هون رح نستعين بالملعقة، هاي الملعقة البلاستيك ناخذها أحسن. ما بقى بدنا إياها، هيك؟ خلص. هلا عندي تيتا أيوة، شكراً. وهون كمان رح نحط الصوص أكيد، تكون نحن العجينة حضرناها قبل وقت وخبزناها نص خبزة، دائماً الأفضل تكون العجينة ممكن تكون إذا كانت سميكة نص خبزة حتى تطلع معنا بشكل سريع، في حال كانوا الأولاد جايين من المدرسة. بسرعة. للسرعة، واكيد في حال كانت رفيعة فينا دغري نفوتها على الفرن تستوي معنا اسرع، بس هي دائما هيك تلويح بالفرن نقدر نحتفظ فيها وسلى عنا حدا تكون حاضرة كمان. هون كمان اكيد. هون رح نعمل كمان، انت بتحبي تيتا مارغريتا، رح نعمل لك وحدة مارغريتا مع جبنة، وعندنا كمان الفطر. الفطر معك؟ لا ما رح نعزمك انت، انت اليوم تيتا ضيفتنا اليوم
انت بتعطي الاوامر ونحن بنستلمهم. ميرسي انت صاحب الاوامر. هون لكن نحن رح نضيف الفطر بهالطريقه. هيدي بتحط انا؟ يلا صفيهم انت صفيهم تيتك على شكل ورد. هون لك كمان تيتا. هولي نحن قصيناهم هلا هن على النار، ما بتعرف المشروم بيدبل. ف ما بأس اذا قصيناهم شوي سميك. هون نحن كمان رح نقص الفليفله قصها الى مربعات صغيره حتى نوزعهم كمان على البيتزا. انا هيك بعمل يعني فعلا الولد بس قولي له بيتزا تيتا مثل كانه شيء ثاني، عنده حياه ثانيه. هون نحن رح نقصر لك اياهم الى قطع صغيره. واليوم كمان رح نحط لها سجق تيتا، السجق للي بيعطيها نكهه مميزه. هيك بنطلع شوي من الطرق التقليديه. بتقدري تيتا هون. يا اهلا يا اهلا بالتيتا. هيك تأهيل. هون لكن نحن ضفنا فليفلين. الفليفلين. وعندنا كمان هون تيتا سجق اللي موجود عندنا. نحن اكيد قشرنا سجق. قشرناه قبل بوقت. بدنا نقطعه كمان. فينا نقصه بالمنشار. وفينا نقصه بالسكين عادي بهالطريقة كمان نقصه. اللي سهلة أكثر بحطه؟ إيه نوزع أو بنحط شوي هلا تيتا. أوكي. والجبنة بنرجع بنحطها على الوجه. بنوزع السجق أكيد حيطلع طعمتها مميزة. هون نحن تيتا في كثير مثلا بيتعذبوا كثير بتقشير السجق. هيدي هون مثلا هيدي فينا نحطها بالمي بنفش القشره بنقشرها بطريقه سهله. وهون كمان رح تكون عندنا بعد تيتا عندنا البيضه. هلا اكيد بس تفوت على الفرن نحن حطينا ايه رح نطرف يا ما هيك لا مثل ما هي هيدي هي مثل هي. بنفش البيضه بالنص وهلا هي بس تفوت على الفرن رح تشمين. صح. حتى تعطيها نكهه كمان اضافيه جديده. وهون نحن شو رح نعمل تيتا؟ رح نضيف لها الجبنة كمان لحتى تدوب الجبنة. وأكيد رشة زعتر كمان على الخفيف ورشة كمان فلفل أسود للطريقة. وهون أنت تيتا طلبت منها بيتزا مارغريتا يعني صوص وجبنة ونحن رح نعمل لك إياها. ما رح نزعلك. شو بدك نحن بالخدمة؟ هون كمان حط لك رشة زعتر وهيك صار عندنا بيتزا. اكيد رح نفوتهم على الفرن يا تيتا. اوكي بهالوقت تيتا خلينا نشوف نحن وياكي بفقره هيك احلى تنشوف شو في عندنا شيء جديد. ايه يلا طيب. بفقرتنا اليوم ضيفتنا مدام رولا شمس الدين الحلبي رح تحكي لنا اليوم عن الاناره الطبيعيه بالمطابخ. مدام رولا اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك شيف. يعني نحن ناطرين ارائك بهالشيء. نعم. شو تعليقك؟ مثل ما سبق واكدنا انه ضروري المطبخ يكون مضوي ويفضل انه تكون الاناره فيه اناره طبيعيه من واجهه او شباك كبير، بس طبعا في حال تعثر هيدا الشيء ساعتها بنلجا للاناره الاصطناعيه اللي هي الكهرباء. كهرباء. نعم. رح نشوف مجموعه اضواء نحن وياك اكيد. نعم. نعم. هيدا طبعا هيدا ديكور بالمطبخ. نعم. ما في يكون إنارة أساسية وينصح فيه للمطابخ اللي فيها شوي كلاسيك لأنه فيه إزاز ملون. أوقات منشوف بالمطبخ هيك عنقود عنب سيراميك أو إزاز ملون بيعمل له رابيل، بس طبعا أكيد هيدا ديكور. نعم. لا يعد شيء تعتمد عليه إنارة المطبخ. أكيد. نشوف الصورة الثانية كمان. هيدا جلوب حلو بالمطبخ. أول شيء من توريقته كتير حلوة ولونه خفيف ومنيح لأنه كأنه كمان في حد وشباك، يعني مش الإنارة الأساسية المعتمدة المعتمد عليها المطبخ هي هيدا الجلوب. ويفضل لما يكون في جلوب أنه يكون بالفوق بلافون في سبوتات، يعني بيضل كعنصر ديكورات يعني بالديكور موجود هيدا الجلوب وبيساعده الإنارة الباقية. الصورة جديدة كمان. هيدا الجلوب كمان فينا نستعمله بالمطبخ لأنه من تحت كله مفرغ، بقى هيدا كتير ينصح استعماله فوق طاولة الطعام.
بالاضافه الى الباقي السبوتات المنورين المطبخ، هيدا الشيء بيكون مركز الاناره فوق طاوله الاكل. طب شو رايك بالوانه مدام رولا للجلوب؟ الوانه كثير حلو ورسمته مودرن، بس باردون باهتي؟ لا لا، لانه ممكن كثير يستعمل مع مطبخ غامق، بيكون نحن منا لنعدل الغمق المطبخ اشياء فاتحه. نعم. يلا كمان تشوف وحده صوره جديده كمان. هيدا المطبخ هيدا المطبخ الخشبي غامق باعتماد الالوان، لانه بتصور انا مساحته ضيقه، فهيدا المطبخ مش مضوي مثل ما لازم حبيبها. وفي حال كان يعني لازم اضاءه قويه، وفي حال محكومين كانوا بانه ما في شباك او ما فيه واجهه لانارته، يفضل كان لو كانت الخزاين بلون افتح، فالور افتح. حلو. نعم كمان عم نشوف صورة جديدة. هيدا الجلوب لا ينصح فيه بمطبخ، لأنه شوي الإنارة اللي فيه مع إنها مركزة لا تزال رغم كل شيء خفيفة، فهيدا بيصير عنصر ديكور، وكعنصر ديكور هيدا مش عنصر ديكور لمطبخ. حلو. أنتري سالون ممكن، بس لمطبخ لا. ومطبخ جديد كمان هون كمان منشوف الإنارة، هون مبين السقف تماماً، فيه سبوت لايت كله كتوزيع متجانس بكل المطبخ، وفوق طاولة الطعام منشوف اثنين سبوتات كبار أو جلوبين كبار مركزين الإنارة تماماً على طاولة الطعام. بقى هيدي الإنارة أنا بعتبرها الإنارة المثالية لمطبخ، وبذات الوقت في شباك، يعني في إنارة طبيعية بتدعم الإنارة اللي هي الكهرباء، ومركز الضوء على طاولة السفرة اللي ضروري جدا انه وقت تناول الطعام يكون مش ما تكون على ضوء خفيف. الفلوريسون شو رايك تعليق على الفلوريسون؟ هلا الفلوريسون ضوء طبيعي ابيض، لانه بيعطي ضوء ابيض. ايه ضوء ابيض محايد، بس كمان يكون يعني الضوء كافي. كافي نعم. الفلوريسون اوقات وحده لحالها ما بتكفي، بيكون في وراها بنشوف اشياء عاكسه لحتى تركز الضوء كمان. صحيح. مطبخ جديد كمان مدام رولان. هيدا المطبخ إنارته ممتازة، كونه عنده هيدي الواجهة الكبيرة على الضوء الطبيعي. نعم نعم. وباقي العناصر يعني طبعا بالحالات عشية، يعني ما شفنا إلا إنارته خلال النهار، بس كمان لازم يكون عنده إنارة كافية لليل. نعم. صورة جديدة كمان. كمان هيدا المطبخ الخشبي التقليدي عنده إنارة كافية، لأنه الشباك عريض، دايما بالمطبخ يفضل أنه الشباك يكون عريض ومن المجلة وطالع، يعني يبلش من عند منتهى الطاولة أو المجلة. نعم. لا أقد ما فيهم باتجاه السقف. بقى هيدا المطبخ كمان منور بطريقة كافية. مدام رولا، اللمبة الصفراء أو اللمبة البيضاء أفضل للمطبخ؟ اللمبة الصفراء أو البيضاء إذا كانت طبعاً حسب لون المطبخ، يعني اثنيناتهم ما في مشكلة بولا وحدة، بس إذا اللون المطبخ أبيض طبعاً لازم تروح للإضاءة الورم اللي هي أبيض ورم. نعم لا يعد أصفر صارت إنارة صفراء، لا بس ورم بنسميه. وإذا المطبخ في غامق فيك تعتمد الإنارة شباك باب ما بيأثر، مهم يكون في ضوء كافي للمطبخ، مهم يكون في إنارة كافية، وشباك أو باب بالتالي بعدها عم تعطيك إنارة طبيعية. نعم نعم. شكرا لك مدام رولا شمس الدين الحلبي. ميرسي لك شيخ، وعلى امل نلتقي فيك كمان في حلقه جديده ان شاء الله. الى اللقاء. يعطيكم العافيه. الى اللقاء. ولا اطيب من بعد الفاصل، وضيفتنا تيتا جانو كمان مستمره معنا، واهلا وسهلا فيكي كمان تيتا. فيك التأهيل، يعني ما في خبرك قديش هالعجينه طالعه غير شكل. تيتا اليوم حضرتنا كمان عجينه بيتزا، اكيد مع الحشوه على طريقتها. تيتا بدك تخبرينا شو عملتي، لانه جبتي لنا اياها جاهزه، ما سالتك قلت لها بخبرك اياها وبخبرك شو شو التفاصيل بعدين. نعم. شو فيها تيتا؟ انا بقلي لها البصله مع ثوم. اوكي. وبعدين بحط لها بهاراتها مع زيت الزيتون. زيت الزيتون. اي نعم. وبعدين بحطها على العجينه، وبعدين بحط الخضره اللي بدي احطها. هلا شو حاطه خضره تيتا؟ انا حاطه شامبينيون طازه، حاطه زيتون، حاطه فلفل، فلايفله حلوه. اوكي. شو بعد؟ جبنه. وجبنه وجامبون. اوكي. ايه هيك. حلو، يعني كله على اصول. سلم الف دقيقتك تيتا، نحن هون بالصحة. رح نذكرك تيتا شو حطينا نحن هون. نحن جبنا البندورة المطحونة طازة، انت صلصتك مطبوخة. ايه. نحن الصوص هون عندنا يا هادي. بس كمان منزلتها نعمة. ايه كمان. ايه. اكيد.
حطينا شويه سكر، ممكن نحط كمان شويه كاتشب، ملح وشويه زعتر مع زيت الزيتون، بتعطي نكهه كثير طيبه. في حال كنا بنعمل صوص للبيتزا سريعه وبنحركهم اكيد ملح وبهار، وفي كمان نحط حبق اخضر اذا بحب حدا، بس لانه سجو بيروح معه الاوريجانو اكثر من الحبق. لكن بنحرك الصوص كله مع بعضه البعض، اكيد العجين نعملها نص خبزه، ندهن الخبزة البيتزا من تحت او من فوق يعني طبعا، وبنضيف الاضافات اللي لازم. اليوم كان عندنا نحن السجو، عندنا الفطر، وفينا كمان نزيد لها زيتون اذا في حال حبينا، وفليفله، زيتون اسود، زيتون اسود او اخضر كمان حسب الذوق او حسب الرغبه. صح. واكيد حطينا موتزاريلا. في كمان ناس بحطوا ثلاث انواع من الجبنه تطلع البيتزا طيبه، كمان مع امرار بنحطها، بس انا حاطه موتزاريلا. موتزاريلا طيبه هي للبيتزا. بس ثلاث انواع بتعطيها دائما. اذا في حال كان عندنا العجينه مخبوزه نص خبز تقريبا 10 دقائق بتكون خالصه، من 10 ل 12 دقيقه على فرن 180 درجه. 180 درجه يعني هيدي افضل حراره للفرن اكيد يعني. ورشة أوريغانو. أنا تيتا رح دق البيتزا تبعك. هون سلم عرف دقيقتك يا تيتا، يعني فعلا حشوتها كتير طيبة مني. ما بعرف إذا حلوة نتفة، نحن ما مشد على الملح كتير منيحة. صحتين. سلم ألف دقيقتك يا تيتا. صحتين. خليكي بصحتك وخليكي بهالنمة. إن شاء الله دايما نعمل. خليكي هيك بعظمتك، ضلك معنا كمان. ميرسي، تسلم. بتشكرك، إن شاء الله بنشوفك كمان بحلقات لاحقة. كلك ذوق. شكرا لك تيتا. وهيك مشاهدينا حلقتنا اليوم مع تيتا جانو كانت كثير ممتعة جدا، بنتشكرها كثير. وعلى أمل إنه نكون بكره تكون حلقة غير شكل. ألف صحتين وإلى اللقاء.